الموقف اليوم على هامش مشهد التجديد لليونيفيل لم ينجح لبنان في تصحيح الخطا الدبلوماسي الذي ارتكبته وزاره الخارجيه ومن خلفها الحكومه ومن امامهما المندوبه اللبنانيه السابقه في مجلس الامن فمعركه هذه السنه رغم درجه الكفاءه التي خيضت بها والجهود التي كرست لها لم تنجح باعاده العمل بالنص الاصلي لقرار التجديد المعتمد عام 2021. لكن حضور لبنان وحجم جهود وزير الخارجيه ومندوبه لبنان الدائمه وحرفيه التفاوض المديد والمضني الذي شهدته نيويورك حرم القرار الذي صدر العام الماضي دون اشكال من المرور بسلاسه. فليس عاديا في قضيه بحجم دور قوه دوليه ان يمتنع عضوان دائمان في مجلس الامن عن التصويت بايحاء اقرب للفيتو لو لم يكن مبدا التجديد على الطاوله وهذا الامتناع ينعكس ضعفا في زخم التطبيق لان القياده الميدانيه سوف تضع في حسابها ان اي تعثر في الممارسه واي صدام واي سقوط قتلى وجرحى سوف يؤدي إلى انقسام في مجلس الأمن بين من يقول إن السبب هو التعديلات التي لا إجماع عليها ومن يدعو للتضامن مع اليونيفيل واعتبارها في موقع المعتدى عليه بينما الإجماع على التعديلات كان سيمنح القيادة الميدانية الثقة للتطبيق بروح عالية ترتب على الأداء اللبناني إدخال تعديل لم يعطل النص الذي يعتبر اليونيفيل قوة مستقلة ولا تحتاج اذنا او موافقة من احد، لكنه قيد هذا التفويض عمليا بالقول ان اداء اليونيفيل يجب ان يكون دائما بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وهذا يعني انه عندما تقع ازمة او يقع حادث بنتيجه تطبيق مفهوم الاستقلال وعدم الحاجة للاذن دون تنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، فان اللوم سوف يوجه فورا الى القيادة الميدانية باعتبارها خالفت نص التفويض الذي يلزمها بالتنسيق، ولن يكون سهلا حشد التاييد لها كما لو ان النص بقي على حاله. هذا اضافه الى ان التحفظ الذي سجله لبنان علنا وتلته مندوبه لبنان الدائمه ولان لبنان هو الدوله المعنيه ذات السياده فان من الطبيعي ان يقوم لبنان في اي حاله التباس او اشكال بالتذكير بهذا التحفظ وان يلقى تذكيره تفاعلا خصوصا من الدول المشاركه في تشكيل القوات والتي يهمها في النهايه امن جنودها وليس تسجيل المواقف كما تفعل الدول التي لا قوات لها ولعل هذا هو الفارق بين فرنسا وامريكا وموقف كل منهما. لم يعد بيد الذين وقفوا وراء التعديل ما يفعلونه وقد فشلوا في تمرير صيغه قابله للحياه والتطبيق بينما بيد لبنان الكثير مما يفعله. وقد جعل التعديل يمر بصعوبه وضمن ضوابط ينفي بعضها بعضا، وعمليا سوف يكون امام كل مهمه تقوم بها اليونيفيل فرضيتان، التنسيق مع الحكومه والجيش وبالتالي طمانه الاهالي ومن خلفهم المقاومه عبر حضور الجيش او العكس، وفي حال العكس اي عدم التنسيق سيكون متاحا للاهالي الاستقواء بالنص لرفض تسهيل اي مهمه لا يشارك فيها الجيش، وعندها على اليونيفيل أن تختار بين التصادم وتحمل التبعات لخرق مبدأ التنسيق أو التراجع طلبا للتنسيق لبنان لم ينجح نجاحا كاملا لكنه لم يخسر خسارة كاملة ونصف النجاح الذي حققه لبنان قابل للتحول إلى نجاح كامل في التطبيق بينما نصف الخسارة التي أصابت خصومه فقابلة أيضا فقط للتحول إلى خسارة كاملة في التطبيق أيضاً